السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كيف دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ الحمد لله على كل حال اخوتي. موضوع اليوم اللي غنهضروا عليه على امل الصقر مرفضها اخوتي، اللي هي انه قامت بالخيانه الزوجيه مع ذاك الفنان الرابور مسلم. اخوتي كما شنا في الفيديو مؤخرا والفضيحه اللي وقعت لهذيك امل الصقر مع ديك الطبيب اللي كانت ابتزت ديك الطبيب على قبل الابن ديالو وابتزته بديك 15 مليون، وفضح هذاك السيد كدوز ديك يومين وكتوقع فضيحة اخرى انه فضيحة الخيانة الزوجية مع مسلم. صراحة اخوتي هادشي ضرني في قلبي بزاف، وما كنتش بغيت هادشي يوقع، لان كنا واخدين واحد النظره مغايره اللي شناها اليوم. هذيك النظره المغايره ان هذيك اما صقر كنا كنعتبرها فنانه قدوه، لانها كانت كتهضر بواحد العفويه وكنا كنصنتو لها وكنعرفوا انها انسانه طيبه. وهذاك مسلم الرابور اللي كنا واخدين عليه نظره مغايره اخوتي، انه كان كيدافع على المراه المغربيه انه ضد العنف، كنجيو مؤخرا كنلقاو انه داكشي غير قناع كنديرو من وراء مدرك بيه داكشي ديال الغناء اللي كيعمل. صراحة كانت صدمة قوية لجميع المغاربة وخاصة لسكان مدينة طنجة، اللي صراحة اخوتي تصدموا بهاد الواقعة، وان ديك الزوجة ديالو الاولى بعد 11 سنة من الزواج وإنجاب جوج أطفال أبرياء أخوتي، وأنه صراحة أن هذاك مسلم أنه تزوجت به عن حب وعن قناعة، وأنه كان كيبغيها وهي كتبغيه، وفي الأخير تصدموا وتصدمت أنه تصدمت هذيك الزوج ديالها أنها كانت كان كيخونها، وهي كانت كتشوف هادشي كتشوف امام هادشي كتشوفو، وكانت ديما كتنبه هذيك السيده اما سقط تقول لها بعدي على الراجل ديالي، ما بغاش تسمع هضرتها، وبقات على هاد المنوال 5 سنوات الى ان تم الطلاق اخوتي، تم الطلاق. وصراحه مؤخرا كنا سمعنا واحد الضجه اعلاميه ان اما صقر تزوجات بمسلم. كنا كنقولوا هادشي بصح، يعني كان زواج يعني الله يبارك فيهم الله يكمل عليهم، ولكن من بعد يعني سمعنا خبر اخر بان مسلم تزوج وحده عندها 25 سنه. هادشي سمعنا في المنابر الاعلاميه، يعني تزوجات وحده 25 سنه وكدوز عاوتاني اسبوع اخر كنسمعوا خبر اخر، وهاد الصدمه اللي سمعناها على لسان الزوجه ديالو، وانه لقينا هادشي يعني الزوجه ديالو يعني كما فرقعات الرمانه، يعني مقدرش تصبر على هادشي اللي وقع حتى ارتاحت، يعني فرغات داكشي اللي في قلبها وعرات القناع الحقيقي ديال ديك الزوج ديال الاول، يعني الزوج ديالها اللي كانت عاشت معاه واب الاولاد ديالها، لقات يعني الرد قيناء وعرفت على حقيقته للشعب المغربي وسكنة مدينة طنجة. كلهم صراحة يعني مدمرين هادشي وما بقاوش حاملين وما بقاوش يعني تصدموا، لانه كما قالوا اصطدم لها في العيني، اصطدم لها في عينيها يعني حتى الاخر. يعني الواحد اللي كيكون ديما ظالم وكيكون منافق وكيكون يعني قلبه ما صافيش، الله كيفضحو، كيجي واحد النهار كيفضحو وكيبينو له حقيقته، وهادشي اللي لقينا وهادشي اللي عرفناه. ومازال ايام جايه غنسمعو تصريح اخر ديال هذاك مسلم شنو غيقول، وهذيك اما سقط شنو غتقول، وما نقدرش نحكموا غير على يعني اقوال شخص واحد او
تنشوف الاقوال كل جميع الناس ديك الساعه هذا الحكمه. ونتمنى من الله التوفيق ان شاء الله ونلقاو داك الشيء الصراحه ونلقاو نتمنى نلقاو هذا الشيء الا يعني كما نقولوا نلقاو الحقيقه الضائعه ونعرفوا كل شيء شنو واقع بالضبط، وهذا الشيء اللي كننتظروا في ايام قادمه ان شاء الله.